السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا بصحه جيده. كيف ما وعدت الاخوات البارح في التعاليق، بغاو فيديو، بغاوني نشرح لهم على هذا الشيء ديال البلانشات، بشحال كناخذهم، واش زوينين، واش كيسكتوا بزاف وكيبقاو ساكتين اكثر ما كيخدموا. المهم كاع ديك الاسئله اللي سولتوني انا غنجاوبكم هنا. غنبداو بهذه. هذه انا صراحه ما شريتهاش، هذه جاتني غير كادو، ولكن شاريه البلانشات. انا اول ما بديت في القناه كانت عندي واحد البلانشه، قبل ما تكون عندي كاع القناه كنت شاريه واحد البلانشه اللي هي الماركه ديال طيفال، كنت شاريه ب 400 درهم. غادي ناخذ لكم فيديو غير من الفيديوهات القدام حيت ما بقاتش عندي، عند حنان اختي الان كطيب فيها زوينه زوينه، يعني هذيك فلوسها حلال. ملي كتسكت كتبقى سخونه وكطيب وتعاود تخدم، يعني ما فيهاش داك المشكل اللي كان عندي في هاد البلانشه اللي جابت لي اختي من برا. هذيك جابت لي اختي من برا صراحه كتسكت وكتبرد وكتسكر ليا المسمن، وما كنتش كندير فيها البطبوط. المهم هي ديك خدمت بها بركه، شريت وحده اخرى اللي هي طوريس. المهم انا عندي بلية ديال الماعن، ما نخدمش بحاجه تبقى عندي تمشي في حالها، لا تبان لي حاجه اخرى تعجبني نبغي نشريها. شريت عاود ثاني طوريس ب 500 درهم، حتى هي صدقت زوينه. غنخلي لكم واحد الفيديو دابا ديالها. بلاتي تقول لي راه كتسكت، راه انا عندي كتسكت دابا، هي شعلات وشي شويه غتعاود تسكت، ولكن راه كتبقى طيب طيب على النمره 5 البنات، ولكن 5 وما ترخيوش عليه، تبقاو تقابلوا باش ما يتحرقش. كنطيب فيها حتى هي كتسخن، كتسكت وكتبقى سخونه وكتبقى طيب ليا. المهم هي هذيك بقيت خدامه بها ما فكرتش نبدلها. جات اختي من طاليان جابت لي هذيك سيفيرين، جابت لي كبيره وعجبتني حيت كتهز بزاف، هي اللي شفتو معايا في الفيديو الاخير. في الاول ما نكذبش كانت خدامه زوينه وخداتها ب 600 درهم، هي خدتها من موقع امازون. المهم هي هذيك كانت خدامه زوينه، واخا كتبرد كتبقى طيب، مع المده ما بقاتش ولات كتبرد وكتبقى بارده وعاد تخدم، يعني حتى كيقولها على راسها. صافي ولات معصباني وليت كنفكر غنشري وحده اخرى. سولت مريم على هذه قالت لي زوينه، كنت كنشوف الاشهارات ديالها فكرت نشريها، والله الا فكرت نشريها. ملي درت لي ملي جمعت البنات، جمعت ابتسام وكريمه وداك الشيء، بغاو يجيو عندي على قبل 500000 ديال القناه، هي تجيبها لي مريم مسكينه كادو. جابت لي هذه عجبتني ملي خدمتها، عجبتني سخونه هذه، ولكن هذه راه ثقيله، هذا ثقيل بزاف. ملي كتبرد كتبقى طيب، وراه خدمت معكم فاش حال مره، هي صغيره ماشي قد هذيك اللي عندي انا، كتهز واحد ربعه المسيمنات صغارين، واللي فيها فيها شوايه، وما غنشرح لكم كل شيء. فيها شوايه هنا ما بغينا نشوي قطبان، بغينا ندير اندبان حتى نشوي في هاد الدنجان، وهنا فيها بلانشه صافي كنقلبوا غير هكا. هنا بلانشه كنطيبي فيها كفته، اللحم، كفته، صوصيط، مسمن، بطيبيطات، مهم زوينه كتبرد وكتبقى حاميه. يعني راه درت فيها المسمن، درت فيها البطبوط، صدق زوين. دابا ندوز لكم فيديو فيها، دابا انا غندير فيها غير الدنجال نشويه دابا. صافي هي هذيك. وهي جات عندي كريمه، كريمه راجلها كيخدم في هادشي ديال الضو، قالت لي اري نديها لحماد يشوفها لك يرجعها لك تخدم ديما. داتها، المهم ملقاش ليها باش يحل هذوك الطورنوفيس باش يحل، ما لقاهمش، بقات عنده شحال، ولكن في الاخر صايبها ليا. كدبش عليكم دابا ما كتسكتش، يعني ما كتسكتش. هذيك القضيه فاش كانت كتبرد وتعاود تسخن ما بقاتش، كتبقى سخونه كتطيبي في هذاك الشيء اللي بغيتي، يعني ولات مسربيه بزاف بزاف. يعني البنات اللي عندهم مشكل في البلانشه ديالهم انها كتبرد كتكون خدامه وكتسكت وكتبقى ساكته عاد كتخدم وما لقيتوش الحل، ديو واحد شي تريسيان ارجعها لكم، ما كتسكتش كتخدم نيشان. قالت لي واحد الاخت واش كتاكل الضو؟ طبيعه الحال كتاكل الضو لانها خدامه بالضو، وتقريبا انا هذيك اللي عندي راه 1600، هذه 1400 ولا 1600 والله ما عقلت، غير هي هذه كتسكت. داك الوقيت اللي كتسكت كتحبس ما كتبقاش تكونسومي الضو، مازال الاخرى غادي يولي يجيني الضو غالي. علاش؟ حيت هي ما كتسكتش، غير هي سخونه، يعني في عوض نطيب هذه في واحد نص ساعه ولا هي غطيبهم ليا في ربع ساعه، لانها ما غاديش دير داك الفاصل وتسكت، فهمتوني دابا. المهم هذا هو هادشي اللي كاين على البلانشات. بالنسبه للثمن ديال البلانشه الاولى اللي هي طيفال 400 درهم، طوريس 500 درهم، هذه وقيله 370 درهم، وقيله المهم هذه كتبيعهم مريم.
دابا انا غادي نقدم معكم فيها شويه ديال غنشوي فيها البنجال عند الخيط راه غير ديال الشارجور مع كنشارجي بالتليفون وخدامه به. ها البريز ديالها البريز الاخرى ما فيهاش الشوايه هذيك ما فيها هذه فيها يعني عوض نشريو شوايه وبلانشا نشريو بلانشا وشوايه في نفس الوقت. هذه كتبغي تخرجي البريز كتوركي على هذه كيخرج بسهوله. فيها هذه من 1 حتى 10 هاد الارقام اللي هنا هاد الارقام اللي هنا فمن 1 حتى 10 يا البنات. صافي انا غنشعلها دابا غادي ندهن دوك الدنجال غندهنو بزويته وغنديرو يتشوه معايا. سخنا الدغيا طلقة السخونية غادي ناخد الدنجال وغادي ندهنو بزويته. انا هاد الدنجال بغيت ندير بيه شويه ديال الزعلوك غادي نعجن شويه المسمن وحتى يقرب الفطور عاد نبدا نطيب فيه باش نحطو هكا اللي ما نطيبو دابا حيت باقي الحال. المسمن انا غادي نطيبو في البلانشه الاخرى الكبيره حيت هذيك مسربيه وتا هذه مسربيه غير هذه صغيره الاخرى كبيره. صافي وكنبقاو نقلبوهم هكا باش كل مره نقلبو حتى كيتشوى كامل. ها نتوما كتشوفوا ها هي ما غاتجيكمش فيهم ريحه ديك الدخان اللي كتجي فوق البوطه ما كتكونش. صافي يا البنات من بعد ما شفتوا الفيديوهات وشفتوا البلانشات اللي كانوا عندي الاثمنه وكما قلت لكم راه كلهم زوينين دوك الماركات كاع اللي وريتكم راه زوينين. بالنسبه لهذه الماركه هذه سيفيرين سيفيرين هايا شفتوا انا غنعبر لكم الطول ديالها والعرض ديالها حيت بزاف البنات كتبوا ليا وكتبوا حتى لمريم. الطول ديالها 60 سنتيم ها هي شفتوا وفي العرض 30 سم. كنتمنى نكون جاوبت الاخوات اللي بغاو يعرفوا شحال فيها في الطول وفي العرض. نعبر معكم الاخرى الصغيره صراحه الاخرى ما عقلتش الاخرين ما عقلتش شحال كان فيهم حيت ما بقاوش عندي باش نعبرهم ولكن ديك طوريس كانت كتهز حتى هي كانت شويه كبيره. هذه تقريبا هي اللي دازت عندي صغيره ولكن ما صغيرهش بزاف كتهز. هذه البنات فيها 34 سنتيم والعرض 23 وهذه راه واخا كتسخن وتشوفوا هذه بلاستيك هذا البلاستيك راه مقاوم للحراره حيت هي ملي كنبداو نطيبو هنا ملي كنبداو نطيبو هنايا راه كتسخن حتى هذه كتولي سخونه ولكن هذا البلاستيك هذا ما كيطرى ليه حتى حاجه ما كيطرى ليه حتى حاجه ما كيتحرق ما والو ما كيذوب ما والو انه مقاوم للحراره. صافي البنات كما شفتوا انا عبرت لكم بلانشات بجوج وقلت لكم شنو كاين وقلت لكم على البلانشات اللي عندي وانتم لكم الحريه ديال الاختيار. هما اللي غنقول لكم انا انهم تينفعوا وبزاف بزاف بزاف لانهم ما كيديروش الدخان فاش كنكونوا كنطيبوا المسمن ما كيديروش داك الدخان ديال الزيت صراحه ما كتكونش ديك ريحه المسمن وما تياكلوش الزيت يعني ما خاصناش نبقاو نرشوا كل ساعه بعكس المقله هي المقله هي كتبقى زوينه ولكن هادو عمليين كثر. الضو راه كياكلوا الضو عادي انا كتجيني 150 درهم 140 درهم ولكن ما كنطيبش بزاف كنخدمها تقريبا مره في السيمانه جوج مرات. يلا هالبنات مهم يلا خليت لكم الراحه وفي امان الله. صافو غنبقاو ضروري نبقاو نحركوهم باش كاع الجناب يطيبو. العافيه ما تكونش مجهده وما تكونش واطيه خلينا به باش يطيبوا لنا من الداخل وما يجيناش العجينه تجيناش العجينه خضراء. الا كثرتوا عليهم العافيه راه غير يتشوطوا وما يطيبوش. البنات يقولوا لي راه كتسكت راه انا عندي كتسكت دابا هي شعلات وشي شويه غتعاود تسكت ولكن كتبقى طيب. كنطيب على النمره 5 البنات ولكن 5 وما ترخيوش عليه تبقاو تقابلوا باش ما يتحركش. هانتوما كاين والله الا عجنتو في الليل مزيان غير دورت عليه الماكينه ومع الناس ناعسه وحبستها ولكن باتت الليل كله شوفو كيصبح. انا كملت البطبوط راني كملتو حقيقه البلانش والله يسال نعمه من عند الله. هز وحده بقات ليا وحده صافي نديرها هنا.